الإيراني، واجهنا منتخب إيران عدة مباريات وانتصرنا على منتخب إيران وتعادلنا مع المنتخب الإيراني وأيضا خسرنا من المنتخب الإيراني، فالتجارب السابقة يعني ما كانت سيئة. فأنا أعتقد هذه مباراة مفصلية لمنتخبنا. أنت تحدثت عن جدول الترتيب، فهي مباراة من ممكن يكون من يتصدر المجموعة، فمباراة الصدارة أنا أعتقد اليوم في ديني، لأن كل عوامل النجاح موجودة ومهيئة بشكل جيد لمنتخبنا. نتمنى أن يكون تركيز اللاعبين داخل أرضية الملعب والحلول والخيارات عند المدرب. أنا أعتقد أنها ممكن تكون مناسبة وقد تعطي يعني قوة أكبر للمنتخب اليوم أمام المنتخب الإيراني. يبقى يعني مباراة اليوم أنا أعتقد مباراة مهمة في الثلاث نقاط، ما نفكر في التعادل. انا اعتقد حتى التعادل، لان عندك مباراه ايضا مباراه الهند وعندك ايضا مباراه ايران العوده. فانا اعتقد انك انت اليوم مطالب بتحقيق ثلاث نقاط اذا ما اراد منتخبنا انه هو دائما يكون في المركز الاول، وهذا مطلب جماهيري. اليوم ان شاء الله نتمنى ان نشوف يعني منتخبنا في وضعيه جيده ونحقق النتيجه الايجابيه. كابتن احمد البلوشي، التعامل مع مثل هذه المباريات في رايك يعني كيف يجب ان يكون؟ مباراه صعبه وتحدد مصير المنتخب في التأهل عن هذه المجموعة، وإن كان الحديث نوعا ما مبكرا، لكن الطريقة المثالية للتعامل مع هذه المباراة كيف يجب أن تكون؟ وفي رأيك يعني استعداد بول لوغون لهذه المباراة وتحضيره للفريق هل كان مثاليا؟ ولماذا فضل أن تكون هناك خصوصية في هذا الاستعداد تحديدا، خاصة أنه لعب المباراة الودية الوحيدة بشكل سري والتمارين الأخيرة كانت مغلقة؟ انا تهت من السؤال بس اولا في استعداد ما قبل المباراه واستعداد خاص للمباراه. الاستعداد اللي ما قبل المباراه مثل ما تفضلت انه اعتقد الاتحاد فرغ، خلينا نقول الاتحاد سوى اللي عليه، وقف الدوري، اعطى بول لوغون الوقت الكافي انه يستعد اكثر من اسبوعين. إن كان من وجهة نظر الخاصة السرية اللي كان حريص فيها ممكن تكون سلاح أيضا يسبب ضغط على اللاعبين، أيضا مش بالضرورة إنه يكون سلاح في صالحنا، بس أتمنى إنه يكون سلاح في صالحنا بالنسبة للسرية اللي هو تعامل معاه بالنسبة للاستعداد. فأتصور إنه الاستعداد البدني كان موجود، الاستعداد الذهني هذا أيضا خاص بالجهاز الفني لإدارة المنتخب والإداري معهم، اللي إحنا أيضا ما نعرف أيضا حصيلته، على اعتبار أحيانا ممكن يكون في ضغط مضاعف على اللاعبين نتيجة التركيز على أهمية المباراة والشحن الزايد، بس هذا الاستعداد اللي ما يسبق المباراة. بالنسبة للمدرب إيش المطلوب منه؟ المطلوب منه إنه يقرأ المنافس، بعد ما يقرأ المنافس ويحدد مواطن ضعفه وقوته، يحدد الاستراتيجية اللي بيلعب عليها ويختار العناصر. أنا عرفت المنافس، حددت الاستراتيجية بلعب عليها، أخذت العناصر، وهذا واضح من العناصر اللي هو اختارها، وإن كان هي نفس العناصر لأربع سنوات إلا بالشكل اللي راح يلعب به في هذه المباراة. لأن سألتني عن الاستعداد المثالي، النقطة الأهم أنه في الاستراتيجية اللي بيلعب فيها لازم يكون فيها شقين، يعني في شق أنت الفريق الآخر مستحوذ على الكرة، في شق أنت استحوذت على الكرة، شو بتسوي فيها؟ ولازم تكون هالشيء واضح جدا. وأنا أتصور بالنسبة لمواجهتنا مع إيران، إذا ما تحلينا متى ما استحوذنا على الكرة، ما تحلينا بجرأة كافية وبشجاعة، فمعنات إحنا بنضيع فرصنا، لأنه مثل ما قال كابتن المباراة على أرضنا، ولما ننسى إن ورانا مباراة ثانية، هذه مباراة الست نقاط، أنا أفوز أفوز بثلاث نقاط وأحرم المنافس المباشر، أحرم المنافس المباشر من ثلاث نقاط، صحيح. فهي مباراة الست نقاط لأن هذا منافس المباشر وعلى أرضي. متى ما تحليت بالجرأة والشجاعة، متى ما استحوذت على الكرة، إذا كان هذا الجزء من الخطة مشيت، الجزء الآخر الكرة عند الفريق الآخر، لازم أنا أتحلى أيضا بالخبث الكروي، تخريب اللعب، إيقاف الرتم الفريق الآخر، ما أخليهم يلعبوا بأسلوبهم بالشكل اللي هم يبوه، ما تتم هجماتهم بالشكل اللي هم مرسومة بالنسبة لهم، هذا في حالة تسجيل الهدف كابتن أحمد. حتى إذا ما سجلت الهدف، متى ما كانت الكرة ما معك، يعني لحد ما تستحوذ الكرة، متى ما استحوذت الكرة، يعني لا تخلي الفريق الآخر ياخذ رتمه. أحيانا الفريق الآخر ما سجل عليك هدف وأنت ما سجلت عليه، بس هو اللي مسيطر وما أخذ رتمه، ولاعبينه أخذوا في الثقة، يتناقلوا الكرة بالشكل اللي هم يبونه. أنت مهم جدا إن هذا الرتم ما يتم الفريق الآخر،
خليهم ما يحسوا انهم هم مستحوذين او قادرين في فتره ما بيسجلوا عليك اهداف. فهذا الاستعداد الشبه المثالي. وفي ايضا بلان بي وبلان سي، لان الظروف احيانا ما راح تمشي بالشكل اللي انت تريده. فما ممكن يعني، واحنا ما اول مره نلعب في مباريات مفصليه. صحيح. وللاسف يعني تجاربنا السيئه مع لقوين انه ما كان عنده بلان بي في المباريات المفصليه في اكثر من مباراه، مباراه الاردن، تصفيات كاس العالم. ما كان يفترض ان يكون في بلان بي. وغير كذا ان نؤمن بحضورنا، الايمان بحضورنا نص المشوار. اليوم متى ما احنا امنا ان عندنا القدره على تخطي زي ايران احنا بنفوز. صحيح. وطبعا ما في اعذار. نعم، الاعذار طبعا مش مطلوبه في مباراه مفصليه ومصيريه مثل مباراه ايران اللي تحدد لك نوعا ما يعني صداره المجموعه. كابتن فهد، كابتن فهد، عوامل كثيره ممكن تساعدنا اليوم، الجمهور، الارض، الثقه اللي الجمهور اعطاها للاعبين قبل هذه المباراه، والرسائل اللي توصلها بشكل مستمر، المفروض نستغلها كابتن فهد من الناحيه المعنويه تحديدا. اكيد بدر، لابد انك انت تحضر المنتخب، خاصه في مثل هكذا مباريات، مباراه مفصليه ومع منتخب بحجم منتخب ايران. انا اعتقد لابد ان يكون التحضير الذهني والتحضير المعنوي للمباراه مهم جدا، خاصه في مثل هذه المباريات. انا اعتقد هذا دور اداره الفريق وايضا دور الجهاز الفني، كيف ممكن تتحضر. وفي المقابل ايضا الدور، نحن تكلمنا عن الدور الاعلام اللي ساهم بشكل كبير خاصه في الفتره الاخيره من ناحيه الدعم المعنوي للاعبين. اليوم تبقى اذا يعني نتكلم عن شيء مهم جدا، يعني مو كافي انك انت اليوم تحضر اللاعبين من الناحيه المعنويه فقط، ايضا انت محتاج لعمل ميداني داخل ارضيه الملعب، محتاج الخطة مناسبة وخطة بديلة، وفي نفس الوقت محتاج لطريقة لعب تتناسب مع إمكانيات وقوة المنتخب الإيراني. وفي المقابل أيضا مثل ما تحدث الكابتن أحمد، أيضا لابد أنك تختار أيضا التشكيل المثالية اللي ممكن تقدر أنت تحقق من خلالها الثلاث نقاط. فأنا أعتقد أن احنا محتاجين للعامل الذهني والتركيز، هذا مهم جدا، ولكن مو كافي أنك أنت تحضر الفريق من الناحية المعنوية، ولكن من الناحية التكتيكية والخططية أنت ما قادر أنك أنت تسيطر على المباراة أو تحقق ثلاث نقاط. فأنا أعتقد أن الجانبين إحنا محتاجينهم، محتاجين لهذا الجانب ومحتاجين لهذا الجانب، ومحتاجين للتركيز أيضا خلال 90 دقيقة والتوازن اللي ممكن يعمل الأقوين من خلال المباراة. اليوم نشوف اليوم أيضا حتى طريقة اللعب تختلف، اليوم 5-4-1، فأنا أعتقد أنه هو يعني يريد يدافع ويعتمد على المرتدات. فيها تحفظ نوعا ما. في تحفظ، وأكيد لابد أن يكون في تحفظ، لأنك أنت تواجه منتخب سجل 10 أهداف يعني. صحيح. عنده هجوم كاسح، وفي المقابل ايضا منتخب استقبل هدف واحد، فهجومه قوي ودفاعه قوي. فلا بد انك تلعب بتوازن، ولا بد انك ايضا انت تحترم المنافس، وهذا عامل مهم جدا. ممكن احنا ننجح من خلال كيف احنا ممكن يعني نقدر يعني نكسب المنتخب الايراني، من خلال يعني احترامنا للمنتخب الايراني، من خلال طريقه اللعب المثاليه واختيار العناصر المثاليه اللي ممكن توصلك للنجاح. الامور التكتيكيه كيف ممكن تلعب هذه، والمتغيرات في المباراه ايضا لها حلول، ولا بد ان المدرب لابد ان تكون عنده حلول بديله خاصه اثناء سير المباراه او حتى بين الشوطين حسب ظروف المباراه، على حسب ظروف المباراه، سواء متاخر او متقدم او متقدم. وفي نفس الوقت ايضا بعد بدر في جانب مهم جدا، يعني في متغيرات في المباراه، انت ممكن تتفاجئ في اول 5 دقائق تستقبل هدف او طرد لاعب. فالمتغيرات او الحلول لابد انها تكون موجوده، الحلول البديله لابد انك انت تكون واضع عندك الحلول البديله، او طرد لاعب من الفريق الثاني، او طرد لاعب من الفريق الاخر، او طرد لاعب ايضا من الفريق الاخر. لابد انك تكون عندك حلول بديله، ولابد انك انت تعرف كيف تتعامل مع المباراه خلال 90 دقيقه. انا اعتقد ان منتخبنا عندنا العناصر والامكانيات موجوده، والمنتخب الايراني يعني انا اعتقد المنتخب الايراني قوي جدا في ملعبه، ولكن خارج ملعبه، خلينا نرجع لمباراه تركمانستان، تعادل مع تركمانستان، انا اعتقد ان خارج ملعب ما هو المنتخب القوي اللي ممكن ما تقدر تفوز عليه، بالعكس نقدر نفوز على منتخب ايران، ولكن محتاجين العوامل كثيره، عوامل النجاح موجوده. صح. داخل ارضيه الملعب ايضا محتاجين الحلول وبدائل وخطط ايضا من لقوين، وممكن نشوف اليوم منتخبنا بشكل اخر وبتوازن، قادرين ان احنا نخلق فرص وقادرين نسجل. والمهم ايضا في منتخبنا ان احنا قادرين نخلق فرص في المباريات الماضيه، ولكن ما قادرين نسجل، وهذا جانب مهم جدا، لابد ان احنا نستغل الفرص
حتى نقدر نسجل في منتخب إيران. نعم. أتصور اللعيبة كابتن أحمد وصل الجاهزية كاملة، خاصة أن يعني أنهينا ثلاث جولات في الدوري، ونتكلم عن يعني لاعب مؤثر مثل علي الحبسي يعني عاد المستوى كقائد للمنتخب. بشكل عام اللاعبين وصل الجاهزية كاملة، وأعتقد أن غياب يعني لاعب واحد مثل عبد العزيز المقبالي كمهاجم ما راح يأثر على المنتخب اليوم. اتفق معك في جزئيه انه الجاهزيه الكامله. شوف في مباراه القوام عذرناهم، ما عذرناهم انهم ما فازوا، عذرنا مباراه القمصان عذرناهم على المستوى، قلنا يفوزوا مش مهم المستوى، لانه بدايه الدوري ما كان في استعداد، ما كان الفريق اللاعبين اصلا دخلوا جو الدوري. اليوم لعبوا ثلاث مباريات في الدوري ولعبوا ثلاث مباريات دوليه، مباراة ودية مع سوريا، صحيح. ثلاث مباريات دولية بالإضافة لمباراة سوريا، بالإضافة مع سوريا، معناته ستة مجموع المباريات اللي لعبها الفريق في خلال شهرين، ستة يعني عدد مثالي بالنسبة لشهرين. فتوقف الدوري أكثر من أسبوعين، استعداد مثالي بدنيا، فما ذلك ما في أعذار بدنية بالنسبة للاعبين أو الفريق على البناء، ما في أعذار فنية أو تكتيكية بالنسبة للمدرب، هذا المدرب مع نفس العناصر لأربع سنوات، والانسجام موجود. أنت تتكلم فقط عن حالة بدنية أنك ترفعها، ما فقط. هو حتى لو كان ما في عنصر جديد، بحيث أن لك أعذار، ما في عذر بأنه ما نقدم مستوى جيد، ما في عذر في أنه ما نفوز أيضا، وإلا معناته إحنا ما نصنف أنفسنا مع كبار آسيا. صحيح. إذا ما رح نقدر نجاب ونواجه إيران اليوم، ما نصنف أنفسنا مع كبار آسيا يعني. فإيران يفترض أنه منتخب نحترمه ونقدره، ويمكن يكون سوا اليوم مطالبين بالفوز، مطالبين بالفوز، مطالبين، ما في غير الفوز. اللاعبين جاهزين أيضا، ما في عذر بالنسبة للاعبين، يفترض أنهم يكونوا جاهزين. المشكلة أنه حضور اللاعبين في الملعب، أحيانا أنت ممكن تعمل كل الواجب المفروض تعمله، هل اللاعبين يحضروا؟ حضورهم مهم جدا في الملعب، حضورهم التزامهم الخطط أيضا مهم. بعد كذا ممكن تلوم المدرب إذا كان المدرب طالب منهم أن يلتزموا، ولكن الانفكاك في الالتزام الخططي أيضا هذا يعني المدرب ما تقدر تحمل مسؤوليته. فهذا من العوامل المهمة في المباراة، الالتزام الخططي. لما تجيك مباراة مصرية ومهمة، سوي الأشياء للاعبين متعودين يسووها. عندي ظهير متعود أنه يصعد ويرفع يعمل نفس الأشياء اللي هو متعود أن يسويها، ما أغير السيستم عليه، ما أطلب منه شيء جديد، معسكر 10 أيام أو أسبوعين، ما أطلب منه شيء جديد. نوع من المخاطرة أنك تطلب منه شيء جديد يعمله. وهذا اللي أنا سألتك إياه في البداية كابتن أحمد، أني أنا أخرجت اللاعبين من جو معسكرات متعودين عليه بدون سرية، مفتوح للجماهير، مفتوح للوسائل، طوال أربع سنوات وطوال الفترة الطويلة اللي قضاها المدرب في المباراة المهمة هذه، جيت غيرت عليهم النظام. للأسف من التعب زين، في مباراة الكويت تأهل للنهائيات كأس آسيا، مش هذه اللي قبلها، بعد فوزنا بكأس الخليج كان عندنا مباراة مع الكويت مفصلية أيضا، وهنا في مسقط المجموعة اللي كانت فيها أندونيسيا وإندونيسيا، صحيح. رحنا وعملنا باستعداد يعني استثنائي وأشياء ما لها لازمة، في النهاية اللاعبين ما حضروا في المباراة، وكان عندنا الفريق منتخب نفس العناصر اللي فازت بكأس الخليج، صحيح صحيح، وتعادلنا في المباراة، ما كنا قادرين نعمل أي شيء، فرق ما أقدر، جبنا مش عارف لازمة، شغل ما كنت اشتغله في أبداً. طول الفتره الماضيه، واشتغلت في فتره بسيطه في هذه الفتره، ما نبي نقول كلام سلبي من الحين. صحيح. قاعدين نقول المدرب هو مسؤول عن الفريق، وهو مسؤول عن خياراته، هل هو حب ينزل افضل العناصر اللي عنده؟ لان محمد شيبه قاعد يقدم مستوى جيد في الدوري، صحيح. يشفع له انه ينزل، هو يعتقد انه في تامين دفاعي، هذه خياراته هو. انا كنت اعتقد انه التامين الدفاعي كان المفروض يكون قدام خط الدفاع مش خلفه، يعني 4-5-1 يعني كان ممكن يزيد لاعب ارتكاز في آخر في الوسط ويحرر عيد شوي، فهمتني؟ بس مش في الخلف، لأنه هذه يعني في حالة إجادتنا لها جيد الخطة، في حالة إن ما راح نجيدها اللعب بالثلاثة دائما يترك لك فراغات على الأجناب. طيب عموما بنتكلم عن التشكيلة، عن التشكيلة كابتن أحمد فني. بعد ما تجهز أو إذا كانت جاهزة بعد قليل. من العوامل المهمة أيضا كابتن فهد في المباراة بشكل عام، أو نتكلم عن التشكيلة كابتن فهد اللي راح يبدأ فيها الكابتن بولوغون، علي الحبسي في حراسة المرمى،
وبقية الأسماء اللي اختارها الأسماء اللي راح تبدأ المباراة. من العوامل المهمة كابتن فهد التركيز سواء على مستوى الدفاع أو على مستوى الهجوم، أستغل الفرص وما أرتكب أخطاء. أكيد التركيز مهم جدا، التركيز احنا نتكلم يعني في مثل هذه المباراة 90 دقيقة، متى ما فقدت تركيزك معناه أنت ما عندك لياقة بدنية، فقدت لياقتك البدنية. فعلى هذا الأساس أنا أقول لك لابد أن احنا نبدأ نبالغ في الهجوم بشكل كبير ونترك مساحات، ولا نبدأ أن احنا ندافع ونبالغ أيضا في الدفاع ونخلي المنتخب الإيراني يستحوذ على الكرة ويمتلك الكرة أكثر، لأنه ممكن يعمل علينا ضغط كبير. فلا بد أن نلعب توازن، التوازن اللي نلعب فيه ممكن يعطينا فرصة نوصل للمرمى ونسجل، وأيضا في نفس الوقت ممكن تغارب الخطوط وهذا يقدر نقدر يعني نرجع ندافع كمجموعة بشكل جيد. فالتسعين دقيقة خلال 90 دقيقة محتاجين للتركيز، والتركيز الأكبر محتاجين فيه في الدفاع والهجوم. هو دائما التركيز لابد أن يكون في الدفاع والهجوم، معنا بعد ما نفقد الكرة مثل ما تحدث الكابتن أحمد، بعد ما نفقد الكرة لابد أن احنا عارفين واجباتنا وعارفين أدوارنا. بتروح لك بنروح للربط في الملعب مع الزميل سعيد الخروص. سعيد أرحب بك في البداية، تصف لنا حالة الملعب والأجواء المحيطة في الملعب والحضور الجماهيري، وأية أخبار جديدة تخص منتخبنا الوطني قبل مواجهة إيران. مساء الخير بدر، مساء عليك ومساء على جميع المشاهدين المتواجدين حاليا على الشاشة المتابعين لقناة عمان الرياضية لهذا الأسود التحليلي لهذه المباراة المهمة اليوم، منتخبنا الوطني أمام المنتخب الإيراني. طبعا قبل دقائق عن انطلاق هذه المواجهة، لو نتكلم عن الأجواء المحيطة هنا في الملعب، طبعا اللاعبين نزلوا لعملية التسخين سواء كان لاعبي منتخبنا الوطني وكذلك لاعبي المنتخب الإيراني. بالنسبة للحضور الجماهيري حاليا في هناك حضور بالنسبة للمدرجات مقابل المنصة سواء كان على يسار أو يمين المنصة، حضور نتمنى يكون أكثر إن شاء الله خلال الفترة المقبلة بما أننا حاليا غير مرضي تماما. بالنسبة لحضور الجماهير الإيرانية أيضا متواجدة، ويمكن الصوت حتى واصل بالنسبة لكم صوتها عالي كثير بحكم تواجدهم كلهم في مكان واحد وتشجيعهم أصبح بصوت أكثر. حاليا راح نجري بعض المقابلات مثل ما هم موجودين معنا. حاليا تواجد معنا بيرواني محمد علي مدير المنتخب الإيراني، وهو لاعب سابق أيضا في المنتخب الإيراني، شارك في كأس العالم 1998. كانوا كم غير هلو، we want to ask you about this match. It is very important for both team. How do you prepare for this match? سلام میکنم خدمت شما و همکارای عزیزتون و مردم عمان. خب بازی همیشه مهمه برای کشور ما ایران، ما جز رنکینگ اول آسیا هستیم و از همون توقعی میره که بتونیم بازی خوب و تماشاگر پسند به نمایش بذاریم. اومدیم اینجا اول خوب بازی کنیم، بعدم بتونیم ببریم، و اینم میدونیم که این بازی برای هر دو تیم مهمه. آرزوی بازی خوب داریم و انشالله نتیجه خوب. Mr. Afshin Pervani says his greeting to you. Salam alaikum to you and to all the people of Oman today. His greetings to everybody. He says, we know we have a very important game today against Oman. Number one, we want to make sure we play a good game so the fans will be happy. After that, we're here to win the game, but we are very positive that it's going to be a difficult and hard game for us here in Oman. Was as the first team of Asia, number one ranking in FIFA, Iran must do well today in front of the fans. طبعا هو تكلم عن أهمية هذه المواجهة وأهمية مقابلة المنتخب العماني بأنه محتاج إلى الانتصار من أجل المنتخب الإيراني أن يتصدر هذه المجموعة، وأيضا من أجل الجماهير الحاضرة حاليا، وهو مثل ما نعرف أنه متصدر لتصنيف الآسيوي، أول منتخب آسيوي حاليا في التصنيف، وبالتالي هو ضرورة عليه أن ينتصر في هذه المواجهة. As we know we have many player in Oman team, so Carlos Queiroz, who choose the player that can be controlled for them. هم چه کیم دنیا کار میکنه چه جوری کنترل بازی کنه انتخاب کرده بازی کنترل بکنه. آقای کیروش مربی بزرگیه و فکر میکنم یه اعتبار خوبی به فوتبال ما داده و یه مربی بین المللیه و مطمئنا ما اردوی در روزه هم در دبی داشتیم، هم شرایط آب و هوایی هم آنالیز تیم، مطمئنا به خوبی کادر فنی همه رو شناختن و آشنایی دارن و به بچه‌ها گوشزد کردن و امیدواریم بچه‌ها هم بتونن دستورات تاکتیکی آقای کیروش رو به خوبی تو زمین پیاده کنن. اگه این کارو بکنن فکر می‌کنم بازی خیلی سختی برامون نباشه. مستر کیروش، as you know he's an international coach which I really believe that he has given our team
an international credibility. He has given our team an international credit. We had a very good training, 10-day training camp in Dubai. We are prepared, adapted to the weather condition. Today it's going to be an important, difficult game, but through the analysis and the hard preparation we had in Dubai and here, we are sure that we can get a good result here in Oman. I thank you for you for this meeting. Thank you very much. Good luck, my friend. Thank you. Thank you. Thank you very much. إذن مدير المنتخب الإيراني تحدث عن أن المدرب المنتخب الإيراني هو البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب دولي وأيضا أجرى تحضيرات دولية بالنسبة لفريقه سواء كان هناك في دبي في معسكرهم أو حتى هنا في المعسكر قبل انطلاق هذه المواجهة، وأجرى تحليل لمنتخبنا الوطني ولاعبيه وعن أهمية بعض اللاعبين المتواجدين في منتخبنا الوطني. ننتقل حاليا إلى مدير منتخبنا الوطني الكابتن بدر الميمني. حياك الله كابتن بدر. يا مرحبا وسهلا فيك. سهلا فيك. حياك الله. نتكلم في البداية عن منتخبنا الوطني، تحضيراتكم، عملتم معسكر مغلق مدة يومين قبل انطلاق المواجهة، هناك إحساس بأن مباراة مهمة خاصة أنك تواجه هذه المواجهة هي تحدد المتصدر في هذه المجموعة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ومسي عليك ومسي على ضيوفك الكرام اللي موجودين في الاستوديو والكباتن الكبار. والله الحمد لله استعدنا استعداد جيد، كان معسكر مغلق بس من مده طويله لله الحمد، كان كل اللاعبين موجودين ما عدا المحترفين اللي خارج، والحمد لله كان على فترتين تمارين، كان استعداد جيد الحمد لله، ما كان في اصابات وقدرنا بي شويه نفس المنتخب الايراني، والحمد لله كل استعداد كان جيد واكثر من ممتاز لله الحمد. يعني هناك بعض الغيابات يمكن عانيتوا منها سواء كان خاصة في خط المقدمة سواء كان بإصابات أو حتى لظروف أخرى، كيف ممكن نحل في هذه المواجهة خاصة؟ دائما كرة قدم تنلعب على كمجموعة، وإحنا الحمد لله منتخب نلعب كمجموعة، صحيح أن مثلا إحنا عندنا غياب واحد هو الكابتن عبد العزيز المقبالي ولاعب كبير ويوم الأيام ما قصر وعدل في المنتخب وكان يسجل أهداف، لكن في النهاية أنت لما تلعب كمجموعة واحدة ولازم تهيئ الظروف لهذه المرحلة، ممكن يوم الأيام تفقد أربع لاعبين وخمس عناصر، فالحمد لله احنا عندنا 23 لاعب والحمد لله كلهم جاهزين لهذه المباراة، ومو بشرط اللي احنا 11 لاعب، حتى اللي كان في الاحتياط يتمنى يلعبوا هذه المباراة كل لاعب يتمنى يلعب ضد المنتخب الإيراني أو أي منتخب كبير يلعب ضده لأنه يبين قيمته، ومثل نفس ما قلت لك يعني احنا جاهزين للمنتخب الإيراني، صحيح أن المنتخب الإيراني منتخب جيد تصنيف الأول ينظم العناصر لاعبين ممتازين، لكن احنا كل الثقة عندنا بلاعبينا وواثقين فيهم ثقة عمياء، احنا نلعب كمجموعة مباراة في أرضنا قادرين نتغلب على أي منتخب ونحرق أي منتخب في أرضنا وبين جمهورنا، والحمد لله اليوم حضور الجمهور أكثر ممتاز وأشكرهم يعني. يعني بعد المعسكر المغلق البعض تنبأ بأن هناك راح تكون في بعض التغييرات سواء كان من ناحية تكتيكية فنية داخل أرضية الملعب أو حتى من بيومين لازم يكون في بعض الأحيان في تدريبات مغلقة عشان المدرب يجرب الخطة اللي هو يريدها يلعب ضد المنتخب الإيراني، لأنك أنت كل مباراة وظروفها وفرق كيف تلعب معه، وإحنا لعبنا ضد المنتخب السوري وجربنا الطريقة اللي جرب المدرب الطريقة اللي هو يريدها كانت مغلقة من كل شيء، وحتى في التدريبات اللمسات والحمد لله الجميع الكباتن الكبار اللي موجودين كانوا يوم الأيام مثلوا المنتخب وكانوا كباتن كبار يعرفوا أهمية هذه المباراة، اللاعب شعوريا كيف يكون في الملعب يوم يكون عند الجماهير وبين أرضه، يعني إحنا دائما الشهد مجمع سلطان قابوس حرقنا اي منتخب كبير في ارضنا، وقلت لك احنا كل الثقه في لاعبينا في لاعبينا بثقه عمياء، وحتى اللي موجودين اللي برا نتمنى ان شاء الله يوفقنا نلعب وحتى اللي تتابعنا بشاشات، فهذا اتمنى ان شاء الله يوفقنا يعني. مساء الخير. ذكريات موجودين في ارضيه الملعب بدل مني كمدير منتخب او كاداره منتخب، كيف هي الذكريات؟ والله شوف ذكريات اكثر ممتازه، احنا لما لعبنا كان كاس اسيا كان بدايتنا كمنتخب الايراني كان يضم افضل العناصر كان محترفه في البربه، كان علي داي وعلي كريمي وجواد كلام ومهدي متجي كان افضل العناصر اللي كان موجود، لكن الحمد لله دائما كل ما تكون قادر خاصه احنا كخليجيين او كعمانيين حقيقه عندنا الروح وعندنا الرغبه وعندنا المهارات الفرديه اللي تتواجد في لكل في التمارين الاخيره والتدريبات الاخيره جاهزين هذه المباراه. في كاس اسيا الحمد لله مثل ما قلت لك يعني قدمنا كل ما عندنا، لكن في النهايه بتعادل، لكن في نفس الوقت كانت انطلاقه للمنتخب العماني، اتمنى ونقدر نتغلب على المنتخب الايراني ونصدر كمجموعتنا ونظهر بالصوره الطيبه لكم ان شاء الله وياك وعلى الكباتن الكبار ان شاء الله. يلا اذا كان هذا حديثنا مع بدر الميمني احد صناع الفرح في عام 2004 2004 تقريبا بدا الحضور الجماهيري حاليا يكثر على جانبي المقابل المنصه، ونتمنى ان شاء الله على تمام الساعه السادسه
يكون في حضور أكثر من المتواجد حاليا. الكلمة لك تعود بدر مرة أخرى، وفي حال أي جديد راح نعود معكم إن شاء الله. لك الكلمة، تفضل بدر. شكرا لك سعيد الخالق. بشكل أكبر وأن يكون عامل مساعد للمنتخب في هذه المباراة المهمة جدا أمام المنتخب الإيراني، وبكل تأكيد الجمهور عامل مساعد لأي منتخب يلعب على أرضه. الحديث كنت تتكلم عن التركيز، أنا أريد أذكر لك شيء آخر، أن دائما لما نبدأ المباراة بادرة تكون للمنتخب، ودائما احنا اللي نسجل بغض النظر عن مباراة اقوام، لكن كنا دائما المبادرين للهجوم. بدر صعب جدا تتبع نفس الاسلوب، تكون لنا المبادرة من البداية. منتخب ايران يختلف عن منتخب اقوام، يختلف عن منتخب تركمانستان، منتخب وعن منتخب الهند، منتخب قوي عنده شخصية قوية، عنده هجوم، لعب نهائيات كاس العالم الماضية، قدم مستوى جيد، عنده مدرب بحجم كيروش، أنا أعتقد مدرب أيضا عنده استقرار كم موسم الآن في نلعب بتركيز طوال 90 دقيقة، والتركيز في الدفاع والهجوم مطلوب، يعني الأسلوب يتغير عن المباراة السابقة، التوازن مطلوب، لأن أنت لو تشوف من خلال اللي هو بول لقوين، يعني هو يريد يأمن الدفاع، فشيء ضروري أنك تتأمن الدفاع. ليش؟ لأنك أنت تلعب على قوة. نشوف التشكيلة كابتن فهد معك، وتشرح لنا التشكيلة والأسلوب اللي راح يلعب فيه كابتن بول لقوين. علي الحبسي في حراسة المرمى، علي الحبسي، محمد الشيب، محمد المسلمي، عبد السلام عامر، ثلاثة لاعبين في العمق الدفاعي ما يعطي فرصة، لابد اللاعبين المهاجمين لابد تحط لهم رقابة، لابد لاعبين اثنين يتراقبوا من لاعبين اثنين، ولاعب فاضي في يغطي المساحات، فإقلاق العمق بثلاثة لاعبين مهم جدا حتى ما نعطي الفرصة للمنتخب الإيراني يوصل للمرمى أو يسجلها اليسرى وسعد السهيل. أيضا أدوارهم واضحة، لاعبين يشاركوا بشكل جيد في الهجوم، وشفنا علي البوسعيدي مشاركاته في الهجوم في عدة مباريات، كروسا لما يروح للأمام لاعب خطر جدا في التوقل وفي صناعة الكرات اللي خلف المدافعين، الكرات الطويلة. نتكلم عن أربعة مدافعين في كانوا لاعبين بينهم يعني انسجام وتفاهم كبير ما بين اللاعبين الاثنين، لاعب يبقى في الدفاع ولاعب يروح يساند في الهجوم، قاسم سعيد في الجهة اليسرى، الأظهر علي البوسعيد وسعد السهيل في الأدوار الدفاعية، لأن المنتخب الإيراني قوته على الأطراف، منتخب قوي جدا على الأطراف، يعتمد على إرسال الكرات العرضية عند لاعبين طوال القامة والبنية مالهم جيدة جدا، وفي نفس الوقت إن من قاسم سعيد يساعد أو يعاون علي البوسعيد في الجهة اليسرى في الأدوار الدفاعية، وأيضا رايد لابد أن يساعد سعد السهيل حتى نقدر نغلق الأطراف على المنتخب الإيراني. في المقابل أيضا الأدوار الدفاعية على عيد الفارسي وأحمد كاعة الكرات أو إعطاء فرصة للتسديد. ستة أهداف اللي سجلها المنتخب الإيراني في مباراة قوام كانت عن طريق الكرات العرضية والتسديد من مسافات بعيدة، فهذه قوة المنتخب الإيراني، فرصة المنتخب الإيراني إنه يسدد من مسافة بعيدة. يبقى عندنا لاعب واحد اللي هو في المقدمة عماد الحسني، أنا أعتقد من بعد ما نمتلك الكرة في سرعة قاسم سعيد ورايد إبراهيم مع تقدم أحمد كانو ومساندة أحد الظهيرين علي البوسعيد وسعد السهيل، ويبقى عماد الحسني دائما لاعب متحرك بدون كرة يخلق الثغرات للاعبين القادمين من خلف مثل قاسم سعيد ورايد إبراهيم. الوطني مشاهدينا الكرام في هذه التصفيات كان جميلا في البداية، ومن خلال المباريات الثلاث السابقة استطعنا أن نجمع 7 نقاط لولا التعادل الذي كان أشبه بالخسارة. اليوم نحتاج إلى فوز وإلى 3 نقاط. قبل بدء التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019 بالإمارات، كانت أحلام الجماهير العمانية كبيرة جدا، لا سيما إن أحمر منتخبنا والتي تضم كل من إيران وتركمانستان وقوام والهند. فبدأ منتخبنا مشواره من الملاعب الهندية بفوز صعب على سيري كانتريفا، فوز جعل من الشارع العماني يتساءل عن الأداء المتواضع لمنتخبنا نظرا للفرق الشاسع في الإمكانيات بالفريقين. وبعدها استضاف منتخبنا الوطني على استاد السيب الرياضي منتخب تركمانستان في اللقاء الذي ابتسم لمنتخبنا ليزيد القلق في قلوب محبي الأحمر مرة أخرى. فليست المشكلة في الحصول على النقاط الكاملة، أن يقدم مستويات تبشر بمستقبل واعد لحال كرتنا العمانية، وإذا ما استمر الأداء في التراجع بعد طواردا في مشوارنا القادم. وهذا ما حصل في رحلتنا لقوام وملاقاة منتخب يصعب على المرء التعرف عليه بسهولة نظرا لانعدام معلوماته الكافية على خارطة الكرة العالمية. من الجماهير العمانية تنتظر من الأحمر ما هو أكبر من ذلك، ولكن الأحمر أبى أن تكون بوابة قوام هي الانطلاقة الصحيحة في مشواره ليعود إلى أرض السلطنة بنتيجة مخيبة للآمال.
بعد تعادله سلبا من الجزيرة الغامضة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وطابت أوقاتكم بكل خير. كما ذكرنا في البداية، مشوار المنتخب كان جيدا في بداية هذه التصفيات لولا التعثر الأخير بالتعادل أمام منتخب غوام خارج أراضينا في غوام، والتي خرجنا بها بنقطة التعادل. كابتن أحمد، نتحدث عن خط الدفاع والطريقة التي يجب أن يعمل بها خط الدفاع، وكيف يمكن أن نوقف مهاجمي إيران الذين سجلوا من مجموع الأهداف 10 للمنتخب الإيراني، نوقف هذه الخطورة الكبيرة لهم. يمكن احنا مرينا بسرعة على اللقاء، أعتقد في كلام مهم قاله مدير الفريق الإيراني. مدير الفريق قال إن الفريق استعد 10 أيام في دبي، بما معناه ان احنا ما عندنا عذر الجو. اوكي، مدير الفريق قال، طبعا تكلم عن المدرب، ان المدرب اعطانا الاعتراف الدولي اللي احنا كنا ننشده كمنتخب، يعني ما صرنا منتخب محلي، اخذنا الاعتراف الدولي بواسطه كارلوس كيروش. فلذلك يمكن هو تجاهل سؤال من لاعبينا راح تراقبه، بما معناه احنا اقوى من ان نفكر نراقب لاعب بحد عينه. نجي نتكلم على خبرة كيروش. كيروش مدرب عنده خبرة كبيرة جدا، ابتداء من منتخب البرتغال تحت للشباب اللي فاز بكأس العالم، لويس فيجو والجيل هذاك، إلى مساعد أليكس فيرغسون لثلاث سنوات في مانشستر. الكلام اللي يقول عنه أليكس فيرغسون، إني أنا بديت قبل اللي يجي كيروش كان عندي الجهاز التدريبي والطبي مال الفريق 10، بعد كيروش وصلوا عندي 30، والفضل لكيروش، بمعنى انه عنده رؤية تطويرية في كل شيء قاعد يسويه ويشتغل عليه. فلذلك هو من المدربين اللي معروفين ايضا انه يعمل الواجب ويراجع فريقك بأدق تفاصيل، فما راح ما يحكم في اي تفاصيل من تفاصيل فريقنا غايبة عليه. واعتقد لأول مرة ايران تستعد لمباراة معينة لمدة 10 ايام بمعسكر منفصل لمباراة بحد ذاتها، يعني يفترض ان الدوري مثل بقية الدوريات، صحيح. يخلص الدوري وتروح، يعني مو مثلنا مثلا، فهمني، يعني احنا نقدر نوقف لنا الدوري ولاعبيننا كلهم معانا في الدوري، نوقف الوقت اللي نوقف وناخذ الوقت اللي نوقف فيه. هذه اعتقد نقاط مهمه بالنسبه للفريق الايراني، ويمكن انا استشفيتها من اللقاء. نجي للفريق، انا عندي عده تحفظات على 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 على, 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 على الاسلوب. عمليه الثلاثه هذه دائما اذا كان مسلمي بيلعب جهه الشمال فهو راح يعمل ربكة، هي حيعمل ربكة، لأنه عادة لما تحط الثلاثة في نوع من الارتباك من يمشي مع المهاجم، وخصوصا إنه احنا عارفين اتكالية، خصوصا احنا نعرف إن شيبة أفضل من مسلمي وين؟ في الكرات العالية. فهل مسلمي اللي بيشترك في الكرات العالية والشيبة اللي بيقعد متأخر للكرة الثانية أو العكس؟ وإذا كان العكس متى بيتم هذا التبادل؟ أثناء اللعب؟ هذه الثلاثة غير الأسلوب لوغوان كابتن أحمد، وهذا اللي كنا نتكلم عنه. أي أسلوب؟ الأسلوب في الخط الخلفي، ترى هم الثلاثة، أنا قاعد أتكلمك عن الثلاثة حاليا. وجود الثلاثة بيزيدوا الربكة، لأن الثلاثة فهمني، الثلاثة أنت الفريق الآخر مع مهاجمين، أنت ليش تلعب بالثلاثة؟ لأن عندك ليبرو أوكي، عشان ليبرو طيب. اثنين قلبي دفاع يراقبوا من خلبيه هجوم الاثنين، صحيح. بالضبط، عشان كذا قاعد اقول لك انه واحد بيكون من عبد السلام والثاني مسلمي. هل افضل من الشيبه في الكرات العاليه؟ لا طبعا. اذا فهمتني، هل رده فعل الشيبه اسرع من المسلمي في الكرات في اللوز بول؟
الكرة اللي تطلع من عبد السلام من هذا؟ لا. فإذا يفترض إيش؟ التبادل. التبادل. يعني المسلم المفروض يلعب متأخر والشيب اللي يكون عبد السلام. إحنا ما نعرف الشكل اللي بيظهر فيه، إذا كان شكل مثل هذا فأنا عندي تحفظ عليه. نعم. هذا اللي أنا بقول لك، لأنه هذا لأن الكرة الأولى مهمة مش الكرة الثانية، فالكرة الأولى شيبة أقدر على إنه يروح يهاجم الكرة الأولى لأنه عنده الاستعداد البدني في مواجهة الإيرانيين في الكرة الأولى مش في الكرة الثانية. يعني الأسلوب هذا مان تو مان راح يلعب فيه بطبيعة الحال أنت، لأن اللاعب الثالث هذا أنت تباه مثل قشاش، يعني ظهير ينظف لك المنطقة، ينظف اللوز بول في حالة إنه، لأنه هو يمكن شك إنه دفاعي كان دائما يتم اختراقه بسهولة، فيحط لاعب آخر، يعني بدل ما تحط لاعب ارتكاز أمامي تحط لاعب ارتكاز في الخلف بحيث إنه إيش يغطي الفراغات أو حد ممكن يتغلب على قلبين دفاع فيلاقي لاعب ثالث آخر. هذا الأسلوب جيد، ولكن نجي للنقطة الثانية الأطراف أدوارهم، لأنه هذه عبارة عن يعني يا خمسة ثلاثة اثنين ولا ثلاثة خمسة اثنين، فإذا كانوا ثلاثة خمسة اثنين فالأطراف هذول المفروض يتقدموا شوية لقدام كأنهم بيلعبوا كلاعبي وسط. صحيح. هنا يترك مساحات على الأطراف، المساحات هذه يفترض أن مهمة الظهير من الفاضي أنه يروح يغطيها اللي هو هنا الشيبة الليبرو، مدى سرعة وقدرة التجاوب على أن يغطي هذه المساحة، وبنرجع مرة ثانية بكم باثنين. واضح. أوكي. فهل جزية أيضا ممكن، شوف الفرق اللي تلعبها الفريق اللي يجيدها فقط، لما تجي تجيب لاعبين وتطلب منهم حتى لو كانوا محترفين، وأنا بتذكرك بموضوع يعني عامل جدل في انجلترا، جاء لوي فان خال أصر إنه يلعب بهذا الأسلوب 3-5-2 كل مباراة ينزل. اليوم لوي فان خال قال لا أنا هذا أسلوبي وهذا اللي أنا تعودت عليه، عنيد زي مثل صاحبنا. اليوم أبدا ما لعب من بدأ الموسم هذا، ما لعب ولا مباراة لعب ب3-5-2، كله قاعد يلعب كم؟ 4 في الخلف. هذا اللاعبين ما ممكن في يوم وليلة حتى ولو كانوا محترفين إنك تغيرهم وتخليهم يلعبوا بهذا الأسلوب. عموما هذا بالنسبة لخط الدفاع. نجي لخط الوسط، بخلي الكابتن خط الوسط عيد نحتاجه كمهام هجومية أثناء الهجوم. يبقى أحمد كانو هو الوحيد في منطقة المناورات. ليه؟ لأنه أساسا قاسم يلعب وين؟ في اليمين في طرف، ورايد يلعب وين؟ طرف منطقة. صحيح. النص من فيها؟ عيد وأحمد. وإذا تقدم عيد من فيها؟ واحد اللي كانوا. نتكلم عن التوازن المطلوب. صحيح. إلى يعني هنا يعتمد على درجة التركيز اللي راح تكون عليها اللاعبين، بيركزوا أول ربع ساعة 20 دقيقة. عشان كذا كثير من المدربين مثلا يقول لك أنا ما راح أعتمد على تركيز، راح أعتمد بضع لاعبين هنا موجودين. يعني أنت لو لعبت بمحاور اثنين في الارتكاز أنت ضمنت تغطية، حتى لو كان التركيز مش موجود فهو بدنيا موجود لأنه موجود في المنطقة. صحيح. متواجد. صحيح. بس طيب أنا بذهب لتقرير لمباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الإيراني، وهذه المباراة التي يبحث فيها الفريقان عن فك شراكة صدارة هذه المجموعة. بعد أن أغرقنا كثيرا في وصف الحدث المرتقب وبات منذ أكثر من شهر تبويب ثابت يتصدر عناوين الصحف المحلية والفقرة الأكثر دسما في البرامج المسموعة والمرئية، فلا حديث في الشوارع والمقاهي ومواقع التواصل الاجتماعي إلا عن الملحمة الإيرانية، وكلهم يدرك بأنها ليست مجرد مباراة كرة قدم فحسب، بل هي أكثر من ذلك بكثير، لأن ثمنها يزن 3 كيلوات من الذهب النقطي الذي سيرفع الأسهم الحمراء في بورصة التصفيات الآسيوية المزدوجة، وهو ما ظهر جليا على المدرب الفرنسي بول لوغوين. ندرك قدرات خصمنا، لكننا سنخوض هذه المباراة على أرضنا، ونريد بذل أقصى جهد ممكن لهز شباك هذا الخصم المرشح للفوز. سنكون الطرف الأقل ترشيحا في المباراة، غير أننا لن ندخر جهدا لأجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في هذه المباراة الهامة والكبيرة. خضنا تمارين شاقة ونحن على استعداد القتال حتى النهاية، ولأنه لا مجال للحديث عن المكان والزمان والعنوان والموعد لأنها حفظت عن ظهر قلب، بل يكفي أن نكرر بأنها مفصلية. نعم هي مفصلية،
وتعتبر مفترقة طرق لأنها ستحدد ملامح الأقدر والأجدر بخطف تذكرة مواصلة الحلم المونديالية، لأنها ستفك الارتباط والاشتباك بين المنتخبين لتجاوز حاجز النقاط السبع. صعوبة المهمة للطرفين ظهرت واضحة المعالم على مدرب المنتخب الإيراني كارلوس كيروش. لم نحقق نتيجة إيجابية أمام منتخب عمان ل14 عاما، ويشير هذا إلى أنه ليس بمنتخب سهل، بل هو منتخب جيد يضم مجموعة ممتازة من اللاعبين، وأشرف عليه مدرب جيد طيلة ال4 سنوات الماضية، ولذلك فإننا ندرك أن مهمتنا ستكون صعبة. فيا ترى هل ينجح السلاطين الحمر من تحقيق أولى الانتصارات الرسمية على إيران؟ وهو الفوز الذي في حال أنه تحقق سيرفع سقف الطموح ويرفع الهامات عاليا، وهل يغير اللاعبون الصورة الباهتة التي ظهروا عليها في 3 مباريات سابقة بالتصفيات وينتهضون في وقت الصعاب؟ فمعادن الرجال لا تظهر إلا في أصعب الأوقات والأحوال. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وكل الأمنيات للأحمر. وقبل أقل من ربع ساعة تقريبا على انطلاقة هذه المباراة أن يخرج فائزا وأن يظهر بالشكل الذي نطمح أن نشاهد عليه منتخبنا الوطني. كابتن فهد، صناعة اللعب اليوم على من يجب أن تكون؟ من يقوم بصناعة اللعب إذا نتكلم عن عيد الفارسي والأدوار التي قد تكون كبيرة كما ذكرها الكابتن أحمد، قد تكون هناك أدوار دفاعية للاعب، من يصنع اللعب؟ صناع اللعب عيد الفارسي، قاسم سعيد، رايد إبراهيم، مفاتيح لعب في وسط الملعب. دائما لقون يعتمد على صناعة اللعب على 3 لاعبين اللي دائما يأتوا من الخلف بعد استلام الكرة، كيف تمرر للمهاجم وكيف ممكن تروح تساند. فتغارب الخطوط ما بين خط الوسط وخط الهجوم أنا أعتقد هو اللي ممكن يسهل عملية صناعة اللعب. لاعبين بينهم تكانس تفاهم كبير، كابتن أحمد ذكر شيء مهم جدا، تشكيلة 4 سنوات أكيد بيكون في تفاهم. إذا نتكلم عن صناعة اللعب، قاسم سعيد من اللاعبين الجيدين اللي يقوم بصناعة اللعب بشكل جيد، أيضا رايد إبراهيم في التوقل في المرور من لاعب ضد لاعب يمر وبسهولة ممكن يمرر في المساحة، وتبقى بعد يعني عنده القدرة على المساندة والتحول إلى مهاجم ثاني مع عماد الحوسني. عيد الفارسي من أفضل صناع اللعب في المنتخب، لاعب عنده القدرة على الاستحواذ على الكرة وامتلاك الكرة ومن ثم التمرير في المساحات، حتى إنه قادر إنه يلعب في المساحات الضيقة، يقدر يلعب من لمسة لمستين وممكن يمرر. والشيء الإيجابي أيضا في عيد الفارسي إن بعد التمرير يتحرك يطلب الكرة في المساحات الأمامية، في المساحات أو الفراقات اللي تكون دائما خلف المدافعين، فعنده الفرصة وعنده القدرة أيضا عنده القدرة على يعني التواجد في المناطق الأمامية والتسديد من مسافات بعيدة. شفنا عيد الفارسي في عدة مناسبات يسجل. فعيد الفارسي وقاسم سعيد وأيضا لكن اليوم كابتن فهد لا تتوقع أن المنتخب الإيراني راح يترك لك مساحات وراح يمارس الضغط على اللاعبين 3 اللي دائما يصنع اللعب مثل ما ذكرت؟ أكيد، لكن إحنا ليش نتكلم عن الحلول ونتكلم عن التنوع بدر؟ هو مو كافي إنك أنت مثلا اليوم اعتمد على عيد الفارسي فقط، لابد إنك أيضا عندك أظهر أنت تلعب 5 لاعبين. ما أعتقد إن المنتخب أو البول لقوين بيوقف 5 مدافعين طول المباراة، لابد إن علي البوسعيدة أيضا ممكن يتحول كصانع لعب أو لاعب مساند للهجوم من الجهة اليسرى، وأيضا سعد السهيل ممكن يشارك في الهجوم. أيضا في حلول بديلة، ولابد إن إحنا تحدثنا عن الكرات الثابتة، لابد إنك أنت تشتغل على الكرات الثابتة، لأن الكرات الثابتة من أفضل الخيارات اللي ممكن توصلك للمرمى من خلالها تقدر تسجل أهداف. ومنتخبنا شفناه في المباريات الماضية ما كان يعني يحصل الكرة الثابتة ولكن ما تلعب بالشكل الصحيح. فالخيارات والحلول موجودة في الهجوم، لكن يبقى كيف تستثمر هذه الخيارات وكيف تهيئ اللاعبين أو تعمل التكتيك المناسب لهذه الوضعية. نعم، فاصل قصير مشاهدينا الكرام نذهب إليه ومن بعده نكمل الحديث. لا تقلق، هذه البطارية لا تحتاج إلى صيانة. عنترة جولد ثمينة.
حضور جماهيري كما يبدو في اللقطة السابقة بدأ يزيد بشكل أكثر، ونتمنى قبل انطلاقة المباراة أن نشاهد على الأقل المدرجات المواجهة للمنصة الرئيسية لمجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشهر ممتلئة، وأن يكون مثل ما ذكرت في البداية الجمهور عامل مساعد للاعبين، وهذه لقطات لدخول اللاعبين إلى أرضية ملعب المباراة. كابتن أحمد، عماد الحوسني لاعب صندوق، لكن عماد يمكن يعاب عليه كابتن أحمد يعني عودته الكثيرة لخط الوسط والاستلام الكرة وبذل مجهود نوعا ما يكون سلبي. اليوم مطلوب من عماد يعني تسجيل الأهداف أولا، وأن يتواجد في الأماكن التي يجب أن يتواجد فيها. أعتقد في ظل الشكل والتشكيل اللي موجود مطلوب من عماد ما يخرج كثير من الصندوق، ويكون لاعب ارتكاز هجومي. بالنسبة لنا لعب ارتكاز هجومي في أبعد منطقة هجومية ممكنة بالنسبة للمنتخب، بحيث أنه حتى لما زملاء مثلا يستحوذ على اللعب عندهم علامة كلاعب ارتكاز هجومي يلعب عليه. هنا يتطلب أيضا مساعدة زملاء أو سرعة المساندة. أحيانا لما يضطر عماد يرجع لما يكون محاصر لوحده، يعني هو يمكن مشكلة عماد هذه خاصة بالتكوين، أنه لما يستحوذ على الكرة لازم يرجع خطوتين للوراء قبل له يلم الكرة ويمشي في اتجاه الملعب الآخر. هذه نقطة. نقطة ثانية، نتصور علي وسعد سهيل مهمين جدا، لأنه إذا ما وصل واحد منهم. أعتذر منك أحمد، نذهب إلى السلام الوطني للمنتخب الإيراني ثم نعود. مشاهدينا الكرام عبر قناة عمان الرياضية، مستمعينا عبر إذاعة الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه تحية طيبة ملها المحبة والسلام نبعثها لكم، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الكبير المنتظر الذي يجمع منتخبنا الوطني في مشوار منتخبنا نحو نهايات كأس العالم روسيا 2018 ونهايات كأس آسيا الإمارات 2019. إنها الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لهذه التصفيات المزدوجة، لقاء مفترق طرق لا بديل عن الانتصار اليوم لضماننا. ما تعلمون مشاهدينا مستمعينا الكرام بأن منتخبنا يتصدر رفقة المنتخب الإيراني بالسبع نقاط، ولكن فارق الأهداف ينصب لمصلحة هذا الرجل وفريقه ومنتخبه حاليا. الحديث طبعا عن كارلوس كيروش البرتغالي مدرب المنتخب الإيراني. إذا فعلا هي مباراة مهمة للغاية، مباراة منتظرة هنا في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشهر، هذا الملعب الذي كان شاهدا وسوف يشهد إن شاء الله هذا المساء نجاح بهذه القيمة وبهذا الحجم. منتخبنا الوطني مشاهدينا مستمعينا الكرام يدخل هذا اللقاء بتشكيلة مكونة من حارس المرمى الأمين علي الحبسي. أسلوب اللعب اليوم راح يكون 3-4-3،
ثلاثي خط الدفاع محمد الشيبة عبد السلام عامر ومحمد مسلمي، أمامهم الرباعي سعد السيل عيد الفارسي أحمد مباركانو وعلي البوسعيدي، ثلاثي المقدمة قاسم سعيد رايد إبراهيم وعماد الحوسني يبقى وحيدا. بينما المنتخب الإيراني يدخل هذا المساء بتشكيلة مكونة من علي رضا حقيقي في حراس المرمى، إحسان حاج صافي، جلال حسيني، أميد إبراهيمي، وحيد أميري، منتظري مهدي تارمي، سارجيلة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، وتأتي صافرة حكم المباراة الأوزبكي قام تحكيم أوزبكي بطبيعة الحال حكل مأمور السيد قاسيموف، مساعد ثاني حسن ديرزود قاسيموف. As a condolence. دقيقة صمت لروح اللاعب. يعني هذه هي التصفيات مشاهدينا مستمعينا الكرام بعد انتصار على المغلب على تركمانستان بثلاثة أهداف، سجل نتيجة لم تكن مرضية إلى حد بعيد بالتعادل، ننتظر من خلاله إن شاء الله النقاط الثلاث. الإيراني على يمين الشاشة بزيه الأبيض، والمنتخب الوطني على يسار الشاشة بلونه الأحمر المعهود. رمي التماس موجودة للمنتخب الإيراني مع إحسان حاج الصافي، على طول كرة بتلعب للوراء. التاريخ سجل مجموعة من اللقاءات التي جمعت منتخبنا الوطني بالمنتخب الإيراني منذ قرابة 35 عام، نتحدث عن 14 مباراة سابقة. راح نكمل بعد هذه المحاولة قاسم سعيد لمنتخبنا الوطني، محاولة المرور والتقدم عرضي للأمام خطر. مرت الدقيقة الأولى، عماد الحوسري كان ممكن يفعلها ويستذكر أيام جميلة كانت قبل 10 سنوات من الآن. الله يا قاسم، شوف المرور من الجهة اليسرى، تمريرة في المكان السليم، عماد استلامه على طول وحده بيسارة، لكن علي رضا حقيقي في اللحظة الأخيرة يبعد المحاولة الماضية. يا لها من بداية سريعة، يا لها من بداية جميلة، المنتخب الوطني كاد أن يسجل أول أهداف هذا اللقاء. حلوين يا شباب، حلوين يا شباب، ركنية موجودة الآن عالية تنقل للقائم لبعيد بالرأس، ممكن لكن تبعد تصل من جديد. ياهي فرصة، ياهي محاولة، لو مرت وأتى من خلالها الهدف الأول كان راح يكون السيناريو والأجمل، لكن قادرين. يا سلام المساعد الآن، يلا يا علي عرضية عالية لكن سهلة مع علي رضا حقيقي. حماس كبير، رغبة كبيرة، إصرار كبير، أجواء جميلة جدا هنا في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. المنتخب الوطني يبدأ بشكل ممتاز على أقل تقدير. ماشي أمامية، حذار يا شباب، المرتد السريع الآن منتخب إيران، هذه خطيرة لكن تتخلص من محمد الشيبة في التوقيت المناسب. كرة تعود الآن أحمد مباركانو إلى قاسم سعيد، ضغط عالي موجود واستخلاص من فوريا غفوري، عودة لخط الدفاع. كنا نتكلم عن المواجهات الـ 14 السابقة، كانت هنالك أفضلية لمصلحة المنتخب الإيراني الذي انتصر في 8 لقاءات، ومنتخبنا فاز في 3 لقاءات، والتعادل كان حاضر في 3 لقاءات. ماشي في اليمين الآن المنتخب الإيراني، محاولة المرور والتقدم، غفوري، بوريا، لكن ما مشت معه، تسديدة من بعيد، غير مركزة في ركلة مرمى لمصلحة منتخب الوطن. تسديدة كانت طبعا من الكابتن أندرانيك تيموريان. في تلك المواجهات السابقة سجل المنتخب الإيراني في مرمى منتخبنا الوطني 27 هدف. أول لقاء جمعنا بالمنتخب الإيراني كان في 12 فبراير لعام 1976، ويومها طبعا فاز المنتخب الإيراني بثلاثية نظيفة. الصب وبشكل كبير لمصلحة المنتخب الوطني، وهذا ما نراهن عليه في هذا المساء. ومن منا ينسى اللقاء الشهير في نهايات كأس المنتخب الوطني من حصد اللقاط الثلاثة، وبالتالي انتهى ذلك إلى مستمرة مقولة في الجهة اليمنى. جمعنا بالمنتخب الإيراني كان طبعا لقاء ودي، الصداقة بالرياضي ببوشر، عرضية عالية من علي البوسعيدي لكن غير مركز. هدف مقابل هدف، سجل الأهداف عبد العزيز المقبالي 2 وعبد السلام عاطف عن يغيب عن المنتخب في هذا المساء لحصوله على بطاقتين صفراء. وين سعد السهيل، محاولة للمنتخب الوطني الذي يبدأ جيد الحقيقة. سعد السهيل
سيطرة واستحواذ كرة اليد للاعب الفارسي إلى قاسم سعيد المنتخب الإيراني بحثا عن هدف أول مبكر. عرضية تتغير في اليمين بشكل كامل. سعد السيل أول مأمور السيد قاسموف ويبدو خطأ على سعد السيل في منتخب الإيران. يمر بفترة جيدة هذه الأيام مع المدرب مصنف 39 عالميا والأول كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا. عطاءات مميزة قدم المنتخب الإيراني لكن ماشية في منتصف الميدان تتغير بشكل على المساعدي نتغير فيها ركبة مرمى لمصلحة المنتخب الإيراني. كان ثلاثة في خط الظهر وأربعة في المرمى الدفاعية تصبح 5-4-1. يدرك لاعبي المنتخب الإيراني في الكرات الهوائية بحيث أن الكرات العرضية ما تكون موجودة وبعد ذلك الاعتماد على عبد السلام ومحمد الشيبة ومحمد مسلمي في الكرات الهوائية. كرة تلعب عالية من جديد لمصلحة المنتخب الإيراني في نص الملعب. عيد الفارسي الآن حاول يمر ضغطة موجودة عيد الفارسي يشير على وجود الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو. 40 سنة لهذا الحكم مشواره مع التحكيم بدأ قبل 15 سنة تقريبا من الآن والانطلاقة بطبيعة الحال كانت من خلال الدوري الأوزبكي. محاولة إيرانية الآن هذه خضراء أزمان من تلمور لكن يا سلام عبد السلام عامر في التوقيت المناسب يبعد المحاولة الماضية تعود الآن في مكان سليم إحسان حاج صافي لكن سعد السيل في التوقيت المناسب يتدخل ويبعد المحاولة الماضية. هذا هو سعد. مباراة الدولية الآن فيها ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الإيراني. حذار يا شباب من هذه الكرات. أشكان ديجاجا على تنفيذ لاعب نادي العربي القطري. أشكان محاولة للمنتخب الإيراني الآن مقولة عالية وللأمام برا. كرة تصل الآن إلى رائد إبراهيم. ضغط موجود من وحيد أميري. الآن أشكان يسلك صافرة من فالنتينا كوفالينكو وخطأ لمصلحة منتخبنا الوطن. شوف اللعبة من جديد. محاولة الماضية وتدخل الأشكال على رائد إبراهيم. أعتقد وضعيتنا يعني أتكلم عن الجاهزية الفنية والبدنية في هذا المساء طبيعة جدا أنها أفضل بكثير من يعني بعد مرور 3 جولات من عمر بطولة الدوري بالإضافة لي ولقاء سوريا الأخير الودي. هذه اللقاءات لا شك أنها أضافت الكثير من اللاعبين على اللقاء وننتظر جاهزية جيدة من المنتخب في هذا المساء. وعلى ذكر لقاء سوريا يعني بول لوغون أكد أنه استفاد كثير من ذلك اللقاء للوقوف على جاهزية بعض أجواء اللقاءات الرسمية مع المنتخب الوطني ولكنه يعود من جديد من خلال هذا المساء الكبير. علي البوسعيد له واد من عماد تعود من جديد إلى عيد الفارسي. منتخب الوطني نقلة إلى محمد الشيبة أحمد مبارك كانو سيطرة للعلي رضا حقيقي. أحمد مبارك كانو تمريرة للأمام تعود لعيد الفارسي بهدوء لمحمد المسل وتعود من جديد إلى قاسم ممكن يمر يبعث في توقيت المناسب في رمي تماس من بول لوغوين للضغط على المنتخب الإيراني خاصة في البداية ممكن تكون أول ربع ساعة. ونتمنى حقيقة أن نوفق في هذا السيناريو. عماد الحوسن الآن تتخلص وتعود من جديد عيد الفارسي مرة وثانية. يلا يا شباب محاولة تستمر. رائد إبراهيم الآن يبحث عن مساندة يعود محمد الشيبة. محمد يتقدم حكم المباراة يشير على وجود خطأ كوفالينكو. شوف اللقطة الماضية والخطأ اللي كان موجود طبعا على اللاعب ساردار أسمون صاحب 20 سنة لكن المنتخب الإيراني. سعد السيل الآن 10 دقائق أولى. مشاهدينا مستمعين الأمور تسير بالتعادل السلبي ما بين المنتخب الوطني والمنتخب الإيراني. سعد السيل الآن عرضية عالية للقائم البعيد بالرأس الكرة لأحمد مبارك كانو مستمرة المحاولات ولكن تتخلص. أفضلية يسجلها المنتخب في هذه اللحظات نتمنى أن تستثمر إلى هدف. من جديد يشير على وجوده فالنتين كوفالينكو. شوف اللقطة الماضية وتدخل أميد إبراهيمي على قاسم سعيد. قرار سليم من كوفالينكو لكن الاستغلال يا شباب مهم جدا أن نستغل هذه الكرات. حرة مباشرة الآن علي رضا حقيقي في توجيهات وعلي البوسعيدي على تنفيذ. مؤازرة تستمر من جماهيرنا أملا في
تسجيل هدف أول يتقدم من خلال المنتخب الوطني. يلا يا شباب، علي البوسعيدي عرضية عالية للأمام، لكن وين تتخلص من الدفاع الإيراني، فيها رمي تماس لمصلحة منتخب. رمي تماس بولوغوان يستمر في توجيهاته للاعبين، ويعني من إشارته نشعر بأنه يطالب بتقارب الخطوط أكثر. لوغوان يعني في المؤتمر الصحفي أكد على أهمية حصد النقاط الكاملة في هذا اللقاء، وذكر بأننا سوف نقابل منافسا قويا، ولكن عملي الأرض والجمهور من المنتظر أن يضيف الشيء الكثير للمنتخب الوطني. شد طبعا على أهمية التوازن بين الجانبين الهجومي والدفاعي، لأنه يعني في النهاية المنتخب الإيراني لديه أيضا أسماء مميزة في خط الهجوم. عموما كرة تصل في الجهة اليسرى مع قاسم سعيد إلى علي البوسعيد، عرضية عالية للأمام لكن أيضا تتخلص، تعود فيها خطأ لمصلحة المنتخب الإيراني. لوغوان ذكر بأن كل الظروف أصبحت مهيئة للاعبين لتقديم كل ما لديهم في هذا المساء وتحقيق الانتصار بعد توفيق الله. الكرة بتلعب الآن سريعة إلى جلال حسيني، ماشي في الجهة اليسرى مع إحسان حاج الصافي للمنتخب الإيراني. أشكال عرضية للأمام من وحيد أميري، لكن تصدم بمحمد الشيبة، وبالتالي فيها ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الإيراني. ركنية للمنتخب الإيراني. نعم، بداية كانت سريعة والمحاولة لا تعود إلى أشكال، لكن تغطية جيدة من رائد إبراهيم إلى سعد السهيل. تدخل من أشكال في اللقطة الماضية، أشكال بجاقة على سعد السهيل وخطأ لمصلحة سعد. شوف اللعبة مرة أخرى، وخطأ مستحق بطبيعة الحال. يعني في النهاية مثل ما ذكرنا أنه تبقى هذه المباراة واحدة من المباريات الهامة للغاية بالنسبة لمنتخبنا الوطني، خاصة في هذه الفترة. يعني أعتقد أن الانتصار اليوم لو تحقق بإذن الله راح نخرج بمجموعة من المكاسب، أهمها صدارة المجموعة، ثانيا أعتقد أنه الثقة ربما تعود من جديد للاعبين وللجماهير. وحقيقة يعني حضور جماهيري جيد حتى الآن في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. نتمنى أن يعني أنا أشاهد أن هنالك أيضا جماهير تحضر الآن، نتمنى أن يصل العدد لأكبر رقم ممكن، وإن شاء الله الانتصار اليوم يعيد الأحمر مرة أخرى إلى وضع طبيعي، ولا شك بأنها انطلاقة جديدة منتظرة في هذا المساء. كرة الآن تعود لمصلحة المنتخب الإيراني، ماشية في الجهة اليمنى، منتخبنا يتراجع الآن، منقول الكرة للأمام. مهدي ترمي واقف على الكرة يبحث عنها مساندة، عودة للوراء، عرضية عالية للأمام في مكان جيد، تتهيأ ولكن تصل سهلة لأحمد مبارك، كان على طول عالية، وهذا رائد إبراهيم البحث عن عماد الحسني الوحيد في خط الهجوم، طالت منه وتصل سهلة مع إحسان حاج صافي. 25 سنة لإحسان، هذه مباراة الدولية رقم 72، عنده 4 أهداف، لاعب نادي فرانكفورت الألماني في دوري الدرجة الثانية هنالك في ألمانيا. كرة تعود من جديد، جلال حسيني لاعب الخبرة والقائد الثاني في المنتخب الإيراني، 33 سنة لجلال. كرة عالية أمامية تتغير بشكل كامل في الجهة اليمنى للمنتخب الإيراني، لا زالت في أرضية الميدان. علي البوسعيدي في تغطية، ولكن المساعد الثاني حسن دين شودمونوف يشير على وجود خطأ لمصلحة المنتخب الإيراني. شوف اللعبة، هنا الكرة الماضية ما كان في أي تدخل، يعني تعرقل فوريا غفوري بنفسه أو عرقل نفسه بالأحرى. على أي حال هنالك خطارك لحرة مباشرة لمصلحة المنتخب الإيراني. محمد الشيبة ورقابة تستمر على ساردار أزمون، فالنتين كوفالينكو يطالب اللعب على الصافرة وبعد سماع الصافرة، وهنا خطأ لمصلحة المنتخب الإيراني. ملعوبة عالية وللأمام بالرأس، لكن تتخلص. برافو محمد الشيبة، يبعد الكرة، تستمر تعود لمنتخب الآن، ولا زالت مصلحة المنتخب الإيراني. تفكير في العرضية لكن تبعد في التوقيت المناسب من قاسم سعيد المتراجع. رامي التماس إحسان حاج صافي، المنتخب الإيراني بدأ ينشط في هذه اللحظات على طريقة الركلة الركنية. إحسان ورشيل كثير، فالنتين كوفالينكو يشير على وجود خطأ
على عيد الفارسي، ولو أنه اللقطة أعتقد أنه كان ممكن يكون فيها خطأ لعيد أساسا. مهدي تارمي هو من كان في اللقطة الماضية مع عيد الفارسي. شوف الإعادة مرة أخرى، هنا عيد أيضا، يعني وضعية قدم عيد ما كانت بالوضعية الصحيحة، وبالتالي يتحصل على البطاقة الصفراء الأولى في هذا اللقاء. وبالسلامة إن شاء الله لمهدي تارمي لاعب المنتخب الإيراني. المنتخب الإيراني طبعا بدأ المشوار بتعادل مخيب أيضا في هذه التصفيات أمام تركمانستان بهدف لهدف، لكنه بعد ذلك انتصر انتصارا كبيرا على قوام بسداسية نظيفة، وفي الجولة الماضية تغلب على الهند بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. وبالتالي ترتيب المجموعة الرابعة يصبح على النحو التالي: المنتخب الإيراني ومنتخب الوطني في الصدارة بسبع نقاط رفقة قوام أيضا، لكن فارق الأهداف أولا ينصب لمصلحة إيران، ثم منتخبنا الوطني، وبعد ذلك قوام. المركز الرابع لتركمانستان بنقطة واحدة، والهند حتى الآن بدون أي نقطة في المركز الخامس والأخير. تصفيات المزدوجة للمرة الأولى تقام بهذا النظام، التصفيات المؤهلة إلى نهايات كأس آسيا ونهايات كأس العالم أيضا في نفس الوقت. تمريرة أمامية لمصلحة المنتخب الإيراني، لكن عبد السلام عامر يتدخل في التوقيت المناسب ويبعد المحاولة الماضية. هذا الأمر طبعا راح يسهم في زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهايات كأس آسيا، بعد ما كانت 16 منتخب، النسخة القادمة راح تشهد مشاركة 24 منتخب. الآن إحسان حاج صافي عرضية عالية للأمام، صار ضرب الرأس، لكن مرت المحاولة الماضية من مهدي تارمي. هذه المرة شوفوا معاي، يعني قلناها في البداية بأنهم مميزين في الكرات العالية، وهذا ما حدث في اللقطة الماضية إلا أن الكرة لم تكن مركزة من مهدي تارمي، لكن مضايق أيضا ومتابعة كانت مميزة من خط الدفاع. ركلة مرمى الآن، علي الحبسي من جديد، تهدأ المباراة قليلا الآن مشاهدينا مستمعين الكرام، ونحن نصل إلى الدقيقة 20 من عمر شوط المباراة الأول. نذكر بأن النتيجة لا زالت تشير على التعادل السلبي ما بين المنتخب الوطني والمنتخب الإيراني. مهدي تارمي يطالب بخطأ، لكن هذه المرة الحكم المساعد الثاني كان مركز بشكل أكبر. تعود أمامية إلى سردار أزمون، نقلة عالية في مكان سليم، ولكن حالة السلة الموجودة وركلة حرة غير مباشرة لمصلحة منتخبنا الوطني. وحيد أميري كان متسلل، شوف اللعبة من زاوية أخرى، فعلا قرار سليم من الحكم المساعد الثاني شوت مونوف. يلا يا شباب، نتمنى أن نشاهد الهدف الأول يأتي للمنتخب الوطني بأسرع وقت ممكن. كرة تعود الآن للمنتصف من جديد، عيد الفارسي، عودة لمحمد الشيبة. منتخبنا الوطني الآن محاولات تستمر أملا في الوصول لمرمى علي رضا حقيقي. سعد السيد عالي أمامي في مكان جيد، ممكن تمر لكن تتخلص وتعود من جديد لمصلحة منتخبنا الوطني. سعد الآن وقف على كرته بشكل جيد، ضغط عالي من أشكان دي جاكا في اللقطة الماضية، وبالتالي خطأ أو بالأحرى رمي تماس لمنتخبنا الوطني. سعد كرة معه للأمام، تنقل سريعة قاسم سعيد، إحسان حاج صافي يبعد الكرة الماضية، حوار يستمر في منتصف الميدان، والكرة أخيرا فيها رمي تماس لمصلحة المنتخب الإيراني. المنتخب الإيراني يبدو بأن هنالك حقيقة ارتياح كبير في الوسط الرياضي الإيراني والاتحاد الإيراني لكرة القدم من عمل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، الرجل الذي يكمل حتى الآن 4 سنوات وستة أشهر مع المنتخب الإيراني. أتى طبعا في 2011 ونجح في قيادة المنتخب الإيراني لنهايات كأس العالم 2014، تعادل مع نيجيريا سلبيا، خسر من الأرجنتين في الوقت الأخير أمام أو بالأحرى بأقدام ليونيل ميسي، ولكنه أخيرا خسر من البوسنة والهرسك بهدف مقابل 3. كرة عالية أمامية في مكان جيد، عماد لكن تتخلص وتصل في الجهة اليسرى، لا زالت في أرضية الميدان، عرضية عالية للأمام تعود لمحمد الشيبة. منتخبنا الوطني الآن، سعد السيل
وقف على كرته بشكل جيد وهذا قاسم سعيد. يلا يا قاسم صافرة وخطأ. فالنتين كوفالينكو يشير على وجود خطأ لمصلحة منتخبنا الوطني في مكان ممتاز. نشوف اللعبة مرة أخرى. قاسم سعيد والمرور والعرقلة الموجودة من إحسان حاج صافي. خطأ مستحق. نتمنى استثمار هذه الكرات يا شباب. سعد السيل ربما يتركها لمحمد مسلمي الذي يتقدم الآن. محمد المسلمي على تنفيذ الركلة الحرة المباشرة. هل من جديد يا أحمر؟ هل من جديد يا أحمر؟ كرة في مكان خطير المسلمي الآن. نظرات وتوجيهات وين راح تكون للمنتخب الوطني عالية ممكن، لكن بتمر تتخلص من الدفاع الإيراني وبالتحديد من اللاعب أميد إبراهيمي. الكرة فيها ركلة ركنية، ركلة ركنية للمنتخب الوطني. سعد السيل على تنفيذ هذه الكرة في اللقاء الودي الأخير. عبد العزيز سجل من ركلة ركنية. سعد الآن هل ننجح في تكرار ذلك السيناريو؟ نتمنى ذلك. سعد السيل على تنفيذ هذه الكرة، ملعوبة عالية وللقائم البعيد بالرأس موجودة من عماد، لكن تتخلص السدد. الله صافرة قبل ذلك من فالنتين كوفالينكو، ويبدو خطأ على عماد الحوسي. حلو اللعبة الماضية لكن الصافرة نعم كانت موجودة. نشوف تدخل الماضي والخطأ المحتسب على عماد الحوسني لمصلحة اللاعب أميد إبراهيم. كنا نتكلم عن كارلوس كيروش ومشواره حتى الآن مع المنتخب الإيراني، وصل معهم أيضا لنهايات كأس آسيا الماضية وتجاوز دور المجموعات، وصل لربع النهائي ولكنه خرج في لقاء دراماتيكي الكبير أمام المنتخب العراقي بعد التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة في الأشواط الأصلية والإضافية، لأن تكون ركلات الترجيح الفيصل بين المنتخب العراقي والإيراني في ذلك المساء. بالتالي يعني أعتقد أنه حقق الأهداف المرسومة بالنسبة لكارلوس كيروش، لأن يتم تجديد عقده حتى عام 2018 وبالتالي مواصلة المشوار إلى كأس العالم القادم. كرة الآن لعماد الحوسني منتخبنا الوطني، مقول أمامي لقاسم سعيد. يلا قاسم ممكن يمر، ممكن يمر مر قاسم، تتمرر جول. مرت هي الأخرى، مرت هي الأخرى ومرة الأخرى. عماد الحوسني كاد أن يهز شباك الحارس الإيراني علي رضا حقيقي، لكن شوفوا اللعبة. قاسم سعيد هدوء روعة جماله ومروره، وبعد ذلك التمريرة واحدة باليمين قوية من عماد الحوسني، لكن تهادت، نعم تهادت بجوار القائم الأيمن للمنتخب الإيراني فيها ركلة مرمى. التهديد الخطير الثاني من عماد الحوسني، وشوفوا معاي ردة فول لوغوين لا يصدق إطلاقا ضياع هذه الفرصة الخطيرة للغاية. عماد لا زال مصرا على استعادة الأيام الجميلة والحديث عن مباراة 2-2 في نهايات كأس آسيا 2004، عندما سجل عماد هدفين، هدفي تقدم لمنتخبنا الوطني على حساب المنتخب الإيراني. أشكان دي جاقة، تمريرة ماشية لأميد إبراهيمي إلى أشكان من جديد. بالمناسبة أشكان من يعني من صح التعبير من الغرائب أن هذا الرجل مثل منتخب ألمانيا في مختلف يلتحق بمنتخبه ال